وهاي تجهيزات وهاي تجهيزات. بعد ما كملنا تدويش المكان شوي سيد مازن يقول اليوم نريد نطلع لنا غدا حتى باكر نكمل. هاي تجهيزات راح يشمر سلية هسه سيد مازن، وهنا ابو مصطفى راح يجيب سليته هم الثانية ونكمل تجهيزاتنا. هاي يسمونها هيك شوي حلويات، حلويات اي حلويات هاي قبل الجمعة. والله يا عمي انا بالنسبه انا والسليه لا 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 اريدها ولا تريدني، انا رجال الرماي مال تفق. وهذا مكاننا الحلو وقعدتنا الحلوه، وجينا هسه اليوم كملنا شغلنا وجماعه راح يسبذبون سليه. وهاي عندنا الخيمه نصبناها جهزناها الباكر ان شاء الله كملناها ونظفناها. سيد مازن شمر اول شمره بالسليه، خلينا نشوف نقول يا الله. سيدنا هلا والله، وهاي اول شمره للسيد. اكيد ما بيها، لا لا ما بيها، ماكو خالي جاي اقول لك ماكو. يا الله شنو ايش بيها، بيها طنطل عافيه. سيد مازن نظف الشط اليوم من القصب حتى باكر نشوف هسه ابو مصطفى. ابو مصطفى مجهز نفسه وصف المكنة. يلا اخوي نفوه نفوه حتى يجيكم باكر خالد عاد جاهز، وعلي عاد جاهز يجيك باكر بنذب. اي يجيك خالد عاد جاهز بالسنارات. بس هاي بعد نزلها، وينك سيد مازن؟ نزلها بعد شوي هم هاي شو اسمها وياك القونيه. عمي جاي تعبون، جاي تعبون الجماعه. شوف شوف يتعبون ويسهرون الليل على مود، يسهرون الليل على الجروب. عوف هاي السلية تعذب بهاي اذا ماكو بهاي عاشت ايدك. وانت عمي جاي يسوي نظف المكان حتى اي والله فحطتني هواي تنظف. اليوم اخوك ما هو عماد، عماد الله يرحمه. اه ايوه عمي شي رحمه ما تقول لي هذه راد اذا يموت بكرين حرام النقله. لان هو نصري. جيب ويانا ابو عبير. ابو عبير انت ابو عبير ادي يقرا لك دعاء جيبه شي يسوي يطبخ. اه هاي مازن سوي لنا سالفه انت. يعني ذاك يوم قوه خلصناك. يلا اخوي هذا الجروب ابطال، خلنا نروح وناخذ راحه واستراحه شويه ونقول لكم هلا بيكم.